وبأول فقراتنا الصباحية رح نروح لنحكي عن موضوع جدا مهم، وهو موضوع موجود داخل كل حدا فينا، وهو قوة الإرادة والتصميم. وطالما نحن كل يوم الصبح بنصحى وفي الشمس عم تشرق علينا، هذا بيعلن بداية جديدة بحياتنا، ولكن القصة متعلقة فينا إذا كنا بدنا نحقق هاي الإرادة وننجح بتحقيق أهدافنا. يا ليلى، تماما يا رشا، الإرادة كتير ضرورية بحياتنا اليوم. نحن أي شيء بدنا نقوم فيه من أبسط الأشياء لأكبر الأشياء، إذا ما كان عندنا إرادة قوية لهذا الشيء أكيد ما بنقدر نحقق أي شيء منحبه. اليوم مشاهدينا رح نحكي عن الإرادة ومعنى مقولة الإرادة تصنع المعجزات. قديش كتير من هالناس حققوا هذا الشيء فعلا بإرادتهم وعزيمتهم، وقد ما كانت الظروف صعبة فينا نتحدى هذا الشيء بإرادتنا وعزيمتنا. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، المعلمة مريم الدبس. يسعد صباحك يا مريم. يسعد صباحك. صباح الإرادة. صباح الخير استاذه مريم، اهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن موضوع عام، ولكن كل انسان حسب شخصيته بيقدر يعمل هاي القصه. خلينا نتعرف بدايه شو يعني اراده وتصميم. الاراده هي تصميم واعي يستلزم وجود هدف ووسائل لتحقيق هذا الهدف، بالاضافه الى عمل ارادي وليد عن قرار ذهني سابق. اليوم لما بدنا نقول في أشخاص عندهم إرادة وفي أشخاص ما عندهم إرادة لهذا الشيء، مثل ما ذكرت يعني اليوم بأشياء بسيطة في أشخاص فعلا ما عندهم هي الإرادة ليقوموا فيها، وفي أشخاص عندهم إرادة من الأشياء البسيطة للأشياء الكبيرة. خلينا نحكي أكثر عن الإرادة، من وين بتجي؟ تمام. هلأ الإرادة نابعة عن اقتناع الداخلي بشيء معين، مثلا أداء فعل معين أو هدف مثلا أنا حاططه ببالي. لازم أقنع حالي داخليا أني أنا أدراني أني ساوي هذا الهدف. من هون أنا لما بصير عندي اقتناع داخلي بصير الإرادة بالاقتناع بيساوي محفز للإرادة أنه تكون محرك كتير قوي لحتى أني حقق هاي لهذا الهدف. تماما. فرجعنا نحن لنقطة أنه القصة شخصية بتنبع من الشخص، وأكيد المحيط له دور جدا إيجابي بهي القصة. طيب إذا بدنا نروح لعناصر الإرادة أو أساسيات اللي أنا مفروض أعتمد عليها كرمال أنا أقدر أحقق شيء بإرادتي. تمام. هلأ أول شيء لازم يكون عندي فكرة أو هدف لحتى تنبع الإرادة منشان أنا أحقق هذا الهدف. بعدين لازم يكون عندي وسائل لتحقيق هذا الهدف. مثلا شو هي الوسائل؟ لازم يكون عندي تفكير، مثلا أفكار، شخص بيحيط فيني، لازم أو أنا حيط حالي بأشخاص إنه هن يحفزوني لأني مثلا تصير عندي الإرادة قوية لحقق هذا النجاح، لحقق أي شيء أنا راسمت له. لازم حيط حالي بشغلات إيجابية أو أشخاص إيجابيين يفرضوا علي أفكار إيجابية، أو أنا مثلا إذا حكيت شيء قدامهم هن يقولوا لي رأي. أي تماما، لأنه هن نفسهم ممكن يهدموكي. تمام. أي هلأ لسه في يعني أنه في كتير أشخاص سلبيين، لازم نحكي أنه لازم ما نبعد عنهم هدول مشان تقوى الإرادة عنا. طيب احيانا هدول الاشخاص السلبيين اللي عم تذكريهم، خلينا نتوسع شوي ونحكي مدى تاثيرهم اليوم على الاشخاص. احيانا في اشخاص فعلا بيكون عندهم اراده قويه، المحيط السلبي ممكن ينعكس عليهم بشكل ايجابي، ارادتهم هون تصير اقوى يتحدوا هي الظروف اللي عم بيعيشوها والمحيط السلبي اللي عم يكون حولهم. تمام. هلا احيانا الراي السلبي، هلا اذا كان الشخص ضعيف ممكن ياثر عليه، مثلا راي شخص ثاني عليه كثير، اذا كان ما عنده قوه اراده او ما قدران يصنعها ممكن ياثر هذا الشخص سلبيا على هذا الشخص اللي هو بده يساوي الاراده او بده يحقق هدفه. بس اذا كان عنده قوه اراده كمان نابعه من داخله لازم يفهم يقنع مخه. هلا نحن يعني ضروري لكل شخص، وبنصح كل شخص كل يوم الساعه 4 بيستيقظ الساعه 4 صباحا بيقنع مخه او بيقنع حاله انه انا ممكن اني ساوي هذا الشيء. مثلا حط كل يوم هدف. هلا انت مثلا انت او انا او اي حدا، انا اذا ما من تفتحت عيوني قنعت حالي او رتبت اموري اولوياتي بالنهار انه اليوم اول شغله كذا ثاني شغله كذا، ما بيمشي النهار كلياته بضل الفوضى، بصير ما في نهار. فلازم يعني عن جد الانسان من تفتحت عيونه يرتب اموره يرتب اولوياته لحتى يقدر يكفي نهاره. طيب هلا الطالب او الطالبه او اي حدا فينا اذا استيقظ الساعه 4 الصبح واقنع حاله او وقف على المرايه طلع بحاله انه انا قدران اليوم مثلا ساوي الهدف، مثلا حط هدف
مو ضروري مثلا لبعدين، ضروري للنهار بحد ذاته. انا بقدر هذا حققه اليوم هذا الهدف، وعذرا من رفاقي، عذرا من الكل حواليي، معلش ما حدا رح يقدر يتغلب علي او ياثر يعني بشكل أيوة. سلبي. هون انا اقنعت مخي انه انا قدرانه اساوي هذا الهدف مثلا، وهون بقى بتنبع قوه الاراده. طيب وما بخلي شخص سلبي ياثر علي، بسمع له ليش؟ لانه احيانا الراي السلبي بيكون نقد بناء، وكثير انا بحبه هذا النقد البناء. بالعكس مثلا اذا قلت لي راي ايجابي شكرا كثير انا بعرف حالي، بس الراي السلبي ممكن اني انا اقلبه بصير راي ايجابي وبصير بدي اثبت انه انا عكس هيك نقد بناء. طيب دائما وقت بنحكي عن النقد البناء والنقد السلبي بنرجع بنقول نحن بنعتمد على شخصيتنا. في اشخاص كثير بتتاثر بكلمه، يعني بيقلب مزاجها، بيقلب مودها، وبيقلب حلمها. اذا بدك اليوم دائما بنسمع جمله انه الاراده بتحقق المعجزات، وحضرتك عندك تجربه تمام، يعني بتفسر لنا هي الجمله على ارض الواقع. خلينا نحكي عن تجربتك الشخصيه. ايه هلا امتى الاراده بتصنع المستحيل؟ لما بيكون في جواتك دافع قوي، وبيكون حواليك شخص بيحيط فيكي، هو صديق غالي، هو زوج، هو انا عن تجربتي كتجربه شخصيه كان الداعم الاول واللي حوالي هو زوجي. دعاء الوالده وزوجي كان هو المحفز الاقوى لي والداعم الاقوى، والداعم الاول والاخير طبعا الوالده وزوجي الله يخلي لي اياهم، ودعاء الوالده. هلا تجربتي انا بعد انقطاع 17 سنة عن الدراسة، جيت فكرت، يعني هي كانت فكرة مثل ما قلت لك، عناصر الإرادة هي الفكرة، الفكرة بعدين الهدف حدديه بعدين بدك تمشي عليه. كانت فكرة الدراسة بعد 17 سنة، تركت التاسع للبكالوريا وتزوجتي وتزوجت تزوجت وأولاد. فبعد 17 سنة صارت الفكرة أنه بدي أدرس، أنا لازم كافي دراستي، أنه خلص قاعدين. فبلشت أنا بالبكالوريا وعلمي ودغري هيك دفشة وحدة علمي فايتي طاحشة يعني دفشة وحدة علمي طاحشة. فطلعت أنه هلأ في كتير كان حوالي أشخاص سلبيين، أول ما بتشوفي أشخاص إيجابيين كتير قلال، هدول الأشخاص السلبيين أنه ما رح تقدري، ما رح تكفي، انت تجتازي مرحله البكالوريا بعد 17 سنه انقطاع، كانت الرموز بالعربي هلا صارت بالانجليش اصعب وما بدك اياها وقاعدي. فانا يعني اوكي بسمع، ما عندي مشكله، بس هذا كلياته بحطه ورا ظهري. حتى اذا بدي اتقدم، كل ما كنت اتقدم خطوه ورا خطوه ما اطلع لوراي، ولحد هلا كل ما بدي اخطي خطوه ما بتطلع لوراي. اخذتي البكالوريا بعد 17 سنه؟ الحمد لله اخذت البكالوريا، وكانت نتائج كثير الحمد لله كثير مرضيه. كانت فرحه، كانت فرحه ونتائج مرضيه. طيب طيب هون ما لسه ما وقف الهدف وما وقف حلو. الحلم تمام. بعد ما انا هيك قلت لحالي بس شهاده البكالوريا بوقف، ما ببالي انه العلامات كانت عاليه. الحمد لله اخذت البكالوريا وتكرمت على المنطقه تبعي على المدارس كلها والمعاهد. بعد منها صرت بدي افكر بقى بمرحله الجامعه، يا ترى بجتاز او لا؟ طيب اللي اجتاز البكالوريا اكيد رح يجتاز الجامعه. فالحمد لله اجتزت الجامعه وتخرجت الحمد لله رب العالمين. بس مثل ما قلت لك لازم تحيطي حالك باشخاص ايجابيين داعمين. وهلا داعمين. شو عم تعملي هلا؟ هلا مدرسه، بشتغل مدرسه. حلو. اي شطات يعني؟ بشهادتين، فيزياء وكيمياء ورياضيات. ما شاء الله. اي انا تخرجت اقتصاد بس بعطي المجال العلمي فيزياء وكيمياء ورياضيات. برافو عليك. اكيد ان شاء الله الف مبروك لك. اليوم فيك. الاشخاص السلبيين قديش كانوا بالنسبه لك دفع ايجابي، وكيف كانت رده فعلهم هذول الاشخاص اللي كانوا عم بيقولوا لك اليوم انت ما فيكي تاخذي البكالوريا، عندك ظروف صعبه، انت ما فيكي على هذا الشيء؟ اليوم شو كانت وجهة نظرهم وقت انت حققتي هذا الشيء؟ تمام. هلا الرأي السلبي واللي هن الاشخاص السلبيين، الحكي اللي انقال، يعني اول حكي سمعته انا ما كان ايجابي، كان سلبي. بالعكس هلا اول شيء كان رح ياثر شوي علي، بس بعدين قلت لا، يعني هو مجرد رأي ما رح اخذ فيه، وما حدا رح يقدر يتغلب علي، انا بقدر. صرت كل يوم في الساعه 4 الصبح اقول لحالي انه انا بقدر. هذا الشخص يمكن لانه ما رح يقدر يوصل لمستواي انا، يمكن مشان هيك هو عم يحكي. فكان الاراء السلبيه كيف بدي اقول لك، مثل كانك حطيتيهم صخر تماما وطلعتي عليهم لتصيري بالقمه. تمام. فكتير بحب النقد السلبي انا كثير، وكلماتهم ما بتنسيها، بتضل ببالك لانه هي اللي شجعتك لتوصلي لهالمرحله. محفوره ببالي انه لا ما بتقدر، انه مستحيل تجتاز مرحله البكالوريا، انه بعد هالسن بعد هالعمر. طيب شو فيها؟
شو فيها اذا الواحد مثلا والله لو بسن التسعين وهلا قام ليقدم تاسع او بكالوريا في اراده خلص في اراده خلص ليش لحتى نموت له هالاراده نحن بكلماتنا ليش لازم يكون يعني لازم يكون انا شخص ايجابي بالنسبه لشخص اخر وحتى هيك انت مثلا او غيرك او هي مثلا هذا الشخص اللي ببعد عنه ما ضروري اقعد جنبه ما ضروري يفرض طاقته السلبيه علي بالعكس كل الاشخاص الايجابيين انا لازم اقرب منهم وهذا سبب خلينا نقول من اسباب ضعف الإرادة عند الإنسان هنا المحيط بالإضافة لأسباب أخرى يعني هيك خلينا نتعرف عليها من حضرتك يعني غير المحيط والأشخاص السلبيين حكينا فيهم أي هلأ ضعف الإرادة بيجي من تسلط شخص ما سواء كان بالعمل بالمدرسة بالأسرة هلا أول شيء حجر الأساس هو العائلة العائلة فإذا كان في إجباري في حدا بده يعني أقوى من حدا بده يتسلط عليه هون من أسباب ضعف الإرادة عدم التركيز عدم ترتيب الأولويات مثل ما قلت لك مثلا فقتي أنت الصبح ما رتبتي أولوياتك ما مديتي أمر عن أمر طيب الظروف المحيطة أحيانا يمكن ما بتساعدك أنه يكون عندك بيكون عندك حلم بيكون عندك إرادة بيكون عندك كل شيء ولكن الظروف المحيطة اليوم ما بتساعد هون يعني بجوز تكون القصة يعني مجبرة أنت تتماشي مع الواقع هل اليوم الإرادة ممكن تغير الواقع اللي نحن فيه؟ هلا بقول لك الإرادة ممكن تغير بس إنه الظروف أحيانا بتكون مادية مثلا ما بقدر أنا عليها طيب خليها تكون الظروف قيمك عن المادة أي شيء بحسن أنا ساوي تغيير بجواتي معلش أنا بساوي حتى أنا ممكن قريب على المادة يعني لا تقربي أبدا على المادة شيء جواتك أنت حتى إذا ساويتي شيء من جواتك صارت الإرادة عندك قوية ممكن إنه تغير الواقع أكيد اليوم هي القصة قصة نجاحك أكيد كتير مهمة وكتير للأشخاص اللي حولك أنت اليوم كتير قادرة أنك تدعمي أشخاص بنهايه التجربة اللي قمت فيها اليوم هذا الشيء بدل على أنه الشخص بس يكون عنده إرادة أكيد ما بتثني أي ظروف أكيد بدنا نتشكرك مريم الدبس ونتمنى لك التوفيق بمسيرتك وتحققي كل اللي بتتمني شكرا لك شكرا أنت مريم لحضورك اليوم وشكرا لكل هي الإرادة الجميلة ولكل الإنجازات الحقيقية يعني أكيد هذا عم ينعكس على أولادك إيجابياً أكيد أكيد كل تجربة أنا مريت فيها هلا عم علم أولادي فيها كل الناس تتعلم اليوم التجارب الإيجابية أكيد شكراً لك.